اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المتابعين في الجزء الثاني من الرد على اسئله المتابعين، ويلا نبدا. اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المتابعين، ماني حاب اطول عليكم في هذه الحلقه، وخلونا مباشره ندخل في الاجابه على اسئله المتابعين. عندنا السؤال الاول بيقول: السلام عليكم، عندي سؤالين. السؤال الاول: كم مره يمكن عمل بلاغ الهروب؟ مره واحده. طيب السؤال الثاني: اخي جاء على كفيل والله قبل استخراج الاقامه له عمل له بلاغ تغيب، والله ظلمه جدا والظلم ظلمات، تم القبض عليه وترحيله إلى السودان منذ أكثر من سنتين. سؤالي لك: هل يمكن أقدم شكوى الآن في الكفيل وأروح النيابة؟ لأنه والله مظلوم مظلوم مظلوم. والله يا أنصحك أخي الكريم إنك تنسى الموضوع، وطالما هو مظلوم فسيبه لله، هو ياخذ حقه. فأتمنى إنه تنسى الموضوع وتشوف مستقبلك وتشوف شغلك وأفضل، وانسى موضوع الكفيل القديم وسواله بلاغ غروب والامور هذه. انصحك انك تفوض امرك لله، هذا افضل شيء. السؤال اللي بعده: السلام عليكم، هل اقدر انقل خدمات موظف عليه بلاغ غروب؟ جرب، يمكن مع النظام الجديد يقبل معك. انا صراحة ما جربتها، وفي الاول على النظام القديم ما كان يمديك انك انت تنقل خدمات عامل عليه بلاغ غروب، لكن الان جرب، ما انت خسران شيء، اتنقل معاك كان بها، ما اتنقل معاك اجل ما يمديك تنقله. واتمنى انك تفيدني بعد ما تجربها، اذا قدرت انك تنقل وتنقل معاك اعطيني خبر. ننتقل للسؤال اللي بعده: السلام عليكم، يعطيك العافية يا رب. عندي مشكلة لما انشئ عقد عمل لموظف وانتهي من كتابته واضغط ارسال تظهر لي ملاحظة: المستخدم لا يملك صلاحية انشاء عقد عمل. طيب اخي الكريم، موضوعك بسيط جدا، ادخل على حساب المنشأة في نظام مدد، تمام، واتبع اللي موجود في الصورة اللي شايفها دحين في الزاوية اليسار، تمام، وان شاء الله عن طريق الصفحة هذه حتقدر انك انت تحل المشكلة اللي انت قاعد تواجهها. اتمنى انه اكون افدتك في الاجابة على سؤالك. ناخذ السؤال اللي بعده: السلام عليكم، هو طلب نقل الكفالة على قوى، مدته قد ايه عشان اوافق عليه؟ صراحة ما في شيء رسمي يقول المدة كذا، صراحة ما اقدر افتيك من راسي. وهل الافضل اوافق عليه بعد مدة شهر الاشعار للمؤسسة الحالية، ولا اوافق عليه اثناء فترة الاشعار؟ والله اتوقع انه ما حتفرق سواء كذا او كذا، شوف انت اللي يناسبك واللي يريحك ووافق عليه سواء الان او بعدين، شوف الانسب لك اخي الكريم وسويه. انا ما اعتقد انها حتفرق، لانه في نفس الوقت انا صراحة ما في شيء رسمي او شفت شيء رسمي قال والله انه مدة النقل كذا، فترة معينة وبعد كذا يروح الطلب او يتلغي الطلب. صراحة ما اقدر اجاوبك اجابة من راسي، لكن انا بالنسبة لي اشوف انه بالنسبة ايهما افضل للموافقة، انا شايف انك وافق عليه ما حتفرق. السؤال اللي بعده: السلام عليكم أستاذي، أنا شغال في شركة منذ 7 سنوات وعندي عقد ورقي مدته سنتين ويجدد تلقائيا كل سنتين. للآن الآن من المفترض العقد ينتهي ب 25/12/2021، ولكن الآن الكفيل عمل لي إلكتروني مدته أكثر من سنتين وأنا رفضت هذا وأنا رفضت. هل الكفيل من حقه يعمل لي خروج نهائي علما بأنني ناقل عليه؟ وإذا عمل خروج نهائي وأنا اشتكيت في مكتب العمل، هل يقدروا يعملوا إلغاء الخروج النهائي؟ شكرا لك. طبعا أخي الكريم يقدروا يعملوا إلغاء للخروج النهائي، وبالنسبة لك أنت أمورك في السليم تماما. ولو عمل لك خروج نهائي زي ما قلت لك تقدر أنك أنت تشتكي عشان يشيلوا لك أو يلغوا لك الخروج النهائي. ننتقل للسؤال اللي بعده: السلام عليكم، طويل العمر والسلامة، عندي إشكالية في منصة قوى، عملت نقل الكفالة لعامل لكن ظهر عندي إن حالة العامل غير مسموحة باللون الأحمر، فما هو الحل برأيكم؟ بارك الله فيك. والسؤال الثاني: عندي مؤسسة
أخرى علما مؤسسة مؤهلة، لكن جيت أسوي نقل الكفالة لا يوجد رصيد كافي لنقل الكفالة، وش الطريقة أنزل رصيد؟ هل وش طريقة أنزل الرصيد؟ هل أشتري تأشيرة بمبلغ 1000 ريال أو تنصحني أوظف موظف سعودي؟ يا ريت توضح لنا بشكل طريقة صحيحة، يعطيك العافية. طيب أخي الكريم، ما أول شيء بالنسبة بخصوص سؤالك الأول اللي هو خاص بعملية إنك أنت بتظهر لك إنه حالة العامل غير مسموحة باللون الأحمر. طبعا هنا أنت لازم تستفسر من العامل هل هو عليه بلاغ هروب، ممكن بسبب إنه عليه بلاغ هروب أو عنده عقد عمل موثق، واحدة منهم. يعني أنا أتوقع إنه واحدة من الثنتين هذه، إما عنده بلاغ هروب أو عنده عقد موثق، أو في احتمال ثالث إنه هو عنده تأشيرة خروج نهائي. فأتأكد من الثلاثة أسباب هذه، غيرها ما أتوقع يكون في أي أسباب ثانية تعيق عملية انتقال العامل لك، إما إنه عنده عقد موثق أو عليه بلاغ هروب أو عنده تأشيرة خروج نهائي. ننتقل للسؤال الثاني بخصوص السؤال الثاني. طبعا قبل ما أجاوبك على السؤال الثاني، إذا برضو ما تحلت الثلاث أسباب هذه غير موجودة مع في العامل، الله يعينك تواصل مع خدمة العملاء في منصة قوة وشوف إيش الإشكالية بالضبط. أما بخصوص سؤالك الثاني، فأنا أنصحك صراحة بأنك توظف موظف سعودي أو شوف أيهما أقل تكلفة، لكن أنا أتوقع أنه أنك توظف موظف سعودي أفضل من عملية أنك أنت تشتري تأشيرة بمبلغ 1000 ريال. ليش؟ لأنه بعد كذا برضو حتبدأ تعاني من مشكلة النطاق وتضطر أنك ترفع النطاق، ففي النهاية حتوظف، فلا وظف سعوديين أفضل، أنا شايف أنه أفضل لك. لكن اللي يقدر يحدد بالضبط أيهما أفضل هو أنت، شوف أنت إيش مخططك، أنت قاعد تخطط على إيش بالضبط. هل أنت بعد كذا ممكن تحتاج عامل واثنين وثلاثة؟ طيب أنت اشتريت التأشيرة، ممكن برضو ما يمديك أنك أنت تنقله، عارف ليش؟ لأن نطاق المنشأة منخفض. فحاول تدرس موضوعك مظبوط، وأنا شايف أنه الآمن لك هو أنك توظف شخص سعودي أفضل. وأتمنى طبعا يا ليت أنك أنت توظف موظف سعودي فعليا وليس سعودة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاني عرض وظيفي على منصة قوى ووافقت عليه وتم الانتقال الوظيفي وتغير صاحب العمل على منصة مقيم وأبشر من 3 أيام والحمد لله. طيب تمام، هل يستطيع صاحب العمل القديم الاعتراض على نقل الكفالة علما أن عقدي معه غير موثق وانتهى العقد منذ أسبوعين وعلمت بعدم رغبتي في التجديد قبل ذلك بشهر حسب شرط العقد، هل يمكنه الاعتراض على نقل الكفالة؟ لا تمام، وألف مبروك على نقل الكفالة والعمل الجديد. وبالنسبة للكفيل القديم ما يقدر يعترض على أي شيء ما لم يكن لديه مطالبات مالية. خلي بالك، لو عليك سلف، عليك عهد مالية، الأمور هذه ممكن عاد مو يعترض على نقل الكفالة، ممكن يسجنك فيها. فإذا ما عليك أي مطالبات مالية فما يقدر يعترض، ومبروك مبروك عليك نقل الكفالة وعملك الجديد. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: السلام عليكم يا طويل العمر، مشكلتي الكفيل مو راضي يعطيني إجازة ولي شغال 2 سنة و5 أشهر وجواز السفر محجوز وتم الرفض يعطيني إياه وما وثق معي العقد الجديد، بس طلع عندي في المنصة موثق وموظف بدون ما شفت عقد جديد، وانا صراحة ما عاد ابغى شغل عنده. وعلى فكرة انا جيت على المادة السادسة على المؤسسة او المادة السادسة، مو واضح بصراحة، سواق شاحنة تريلا ويتم تأخير الرواتب صار له 2 شهر، وجزاكم الله خير ولكم جزيل الشكر والتقدير، افيدوني. طيب اخي الكريم، هنا انا صراحة شايف انه حلك الوحيد انك تحاول معاه بشكل ودي للمرة الاخيرة، ما قبل قدم ارفع عليه شكوى في مكتب العمل، تمام، اكتب فيها كل المشاكل اللي عندك وكل المطالبات اللي انت تطلبها اللي هي انت شايف انها من حقك، تمام، وان شاء الله ينصف مكتب العمل، ينصفك وحقك يوصلك ويجيك باذن الله. هذا هو الحل الوحيد، ما اقدر افيدك باي شيء تاني لانه موضوعك هذا هو حله.
طيب أنا الآن قبل ما أختم معاكم الحلقة في عندي تنبيه بسيط بس للسادة المتابعين، إنه ممكن تلاحظوا في بعض التعليقات بعض المكاتب اللي بتعرض خدماتها، إحنا نشيل عنك بلاغ الهروب، إحنا نسوي، إحنا نقدم خدمات مش عارف إيش. القناة وأنا أخلي مسؤوليتي تماما عن جميع الأشخاص اللي بيحطوا الإعلانات هذه ضمن التعليقات، بالإضافة أني أخلي مسؤوليتي عن جميع الإجابات للأشخاص المجتهدين اللي بيحاولوا أنهم يجاوبوا عليكم في أسئلتكم. أنا لاحظت أنه في بعض الأشخاص بيدخل يشوف الأسئلة فيبدأ هو يجاوب ويضيف إجابات، في بعضها بتكون صحيحة، في بعضها ناقصة، في بعضها غلط تماما. ولو صاحب السؤال هذا اتبع الحل أو الإجابة اللي موجودة او الشخص الفلاني اللي كتب له اياه حيوديه في خبر كان. علشان كذا انا والقناة نخلي مسؤوليتنا تماما تماما عن اي اعلان او رسائل تكتب في التعليقات ما هي تابعة للقناة نهائيا. فلذلك الحذر الحذر، انا اخلي مسؤوليتي من الان وانبهكم واحذركم. وبكذا اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.